نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ وقفة احتجاجية تطالب بالعدالة المناخية والتركيز على القضية الرئيسية التي تجمع الشعوب في مؤتمر COP27، وهي التعامل مع التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على الدول الإفريقية. كما ركز المشاركون في الوقفة على دور مصر باعتبارها صوت إفريقيا في التواصل مع دول العالم من خلال المؤتمر لمساعدة دول القارة على مواجهة تغيرات المناخ. تطبيق العداله المناخيه ده نقطه مهمه جدا، والحقيقه طبعا زي ما قال فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هي قمه خاصه بالتنفيذ، فبالتالي الدول الكبرى عليها التزامات مهمه جدا لتحقيقها. عشان كده احنا صوت لشباب مصر وصوت خلف القناه السياسيه بالنادي بتطبيق العداله المناخيه وتنفذ الدول الكبرى التزاماتها بالتغيرات المناخيه، و تكون فعلا القمه ديت هي خاصه بتنفيذ على ارض الواقع. احنا جايين نتكلم على قضيه واحده، قضيه ثابته، هي العداله المناخيه المفروض تتحقق للقاره الافريقيه وانهاء الاضرار اللي بنتعرض لها بقالنا فتره. احنا كتحالف كنا النهارده جايين نقول ان احنا هنا موجودين من اجل الجميع. مصر النهارده بتحتضن كوكب الارض، جميع دول العالم كلها من اجل كوكب الارض ككل، من اجل البشريه والانسانيه عموما، ومن اجل كل المخلوقات على كوكب الارض، من اجل الحفاظ على التغير المناخي، من اجل حياه صريحه للجميع، حياه سليمه للجميع، من اجل حياه مستدامه لكل الناس، مش من اجل شخص واحد او من اجل مجموعه من الاشخاص. احنا على مدار فعاليات COP27 نظمنا العديد من الوقفات، كنا دايما بنطالب بقضيه اساسيه وهي العداله المناخيه. الدول الناميه وبالاخص الدول الافريقيه متضرره بشكل كبير جدا من تغيرات المناخ، ومصر السنه دي بذلت جهود كبيره جدا عشان يتم ادراج التمويل للدول الفقيره المتضرره من تغيرات المناخ دي، وبالفعل تم اضافه ده للاجنده. فاحنا موجودين هنا عشان ناكد على القضيه الاساسيه وهي العداله المناخيه والضرر اللي بتتعرض له الدول دي، لان مصر مش بتمثل بس صوتها، مصر بتمثل صوت كل الدول الافريقيه.